كم تستغرق معكم عملية زراعة الشعر؟ بشكل وسطي تستمر العملية زراعة الشعر 8 ساعات، طبعا تختلف حسب حالة المريض وحسب المكان الذي يفقد فيه الشعر، قد تكون مجالس أطول من هذا، قد تكون أقل. نحن نفضل دائما أن ننهي العملية في جلسة واحدة وألا نترك. سوف نكمل سنقول هنم، لكن دعيني أخذ سؤال من الفيسبوك إلى حضرتك. السؤال: بدي أزرع شعري بس الكل بيحكي أنه دائما النتائج ما بتكون كتير إيجابية، فشو بتنصحيني دكتورة وكيف ممكن أتواصل مع المركز؟ كما قلت لكم قبل قليل سأقول كثير أشياء عن هذا السؤال. في شكل عام قد يكون غير جيد، قد لا تطوب الزراعة بشكل جيد، وسببها هو عدم اختيار المكان المناسب. الأشخاص الذين يودون إجراء عملية زراعة الشعر يتصلون بالمراكز عبر الإنترنت، وأول سؤال يسألون هو ما كلفة هذه العملية، ولكن في الحقيقة ليس هذا السؤال الأول في عملية زراعة الشعر، بالطبع هو أمر مهم ولكن ليس هو الأساسي أو هو الأمر الذي سنسأل عنه في البداية. فإن الاعتماد على سعر رخيص فإن هذا يؤدي إلى خسارة أشياء أخرى، خسارتنا إلى أشياء أخرى. مثلا يسألون من أين يؤخذ الشعر، يؤخذ من مؤخرة الرأس، تمام هذا صحيح. وفي السنوات الأخيرة خصوصا آخر سنة أو سنتين عندما نرى المتابعين عبر الإنترنت، نرى صور عبر الإنترنت يعني يرون صورهم في مؤخرة خلف الرأس، والآن أصبحوا يرسلون لنا صورهم، صور الصدر أو مناطق أخرى في الجسم، لأنهم يجرون عمليات زراعة الشعر ولكنها لا تكون ناجحة. يوجد أماكن كثيرة في تركيا لعمل زراعة الشعر، ولكن المناطق الجيدة أو المناطق التي ذات الجودة تقوم بعمل زراعة الشعر بجودة عالية مهم أن يعرفها المريض. سأقول لك، سأتكلم عن هذا الموضوع. يجب أن يكون فريق الطبي الذي يقوم بالعملية. يعني أصبح لدي فضول لأعرف مثلا كم تكلف مثلا أنتم في مركزكم، يعني بما أنه تحدثنا أنه فعلا الناس يهمها أيضا السعر، يعني أكيد الجودة طبعا عالية، لكن ممكن أنه يأخذوا فكرة عن السعر مثلا. عملية زراعة الشعر كانت في السابق غالية للغاية، ولكن لقد شاعت الآن وصارت يقوم بها الكثيرون في كثير مكان. لا أستطيع أن أعطيك جواب محدد على هذا السؤال. مثلا يوجد كثير نستخدم وسائل ومستحضرات هامة جدا، ولكن يسأل البعض أن شعري يستمر في التساقط، اشتريت مستحضرات معينة واستمر شعري بالتساقط. الحل الوحيد لزراعة الشعر هو عملية زراعة الشعر، فأن المستحضرات التي الأموال التي تصرفها على مستحضرات التجميل أو الشامبويات التي تمنع التساقط. وسأل أيضا كيف يمكن أن يتواصل مع مركزكم، لكم صفحة على الإنترنت أو ممكن أن نقوم يعني وضعها على صفحتنا لكي يتم التواصل. بالطبع ممكن. الأشخاص أو المرضى إذا ما كتبوا اسمي على الإنترنت فإنهم يستطيعوا الوصول، أو ممكن وسائل التواصل الاجتماعي، وبالطبع أكثر ما يسبب دعايتنا أو ما أكثر ما يعمل دعينا نعود سنقول لعملية زراعة الشعر. يعني قلتي أنها تستغرق 8 أو 9 ساعات يعني، وهذا وقت طويل. هل متواصل مثلا؟ إذا هل ممكن أن يأكل المريض أثناء مثلا العملية؟ ماذا يمكن أن يفعل؟ هل هو مخدر؟ طبعا يمكنه أن يقوم بما يريد. لدينا طبعا فترة استراحة لا تكون 8 ساعات مستمرة تماما، ينام المريض على وجهه وتستمر هذه العملية لساعتين، ليست متداومة الساعات.
يسأل المرضى كثيراً هذا السؤال، يمكن أن يعجز المريض وكما وأن يتابع التلفزيون أو الأفلام التي يحبها. قد نقول للمرضى أحضروا الأفلام التي تحبونها من المنزل أو الفيديوهات. جميل، سوف أخذ أيضاً سؤال إليك من الفيسبوك. السؤال: صار لي أسبوع عام لزراعة شعر، بصير هلأ أنزل على البحر؟ متى قامت بزراعة الشعر؟ قبل أسبوع، إذا كانت تستطاع قامت بعمل زراعة الشعر قبل أسبوع. خصوصاً الآن صيف، يعني أكيد حابين يروحوا على البحر. مع بداية الصيف يسألنا الكثيرون هل هناك مانع من إجراء عملية زراعة الشعر في الصيف؟ كلا أبدا، يمكن إجراء هذه العملية في جميع فصول السنة، ولكن بعض التنبيهات وهي أنه لا يفضل أن يذهب بعد العملية مباشرة إلى البحر أو الماء، قد يذهب إلى أو لا يجب أن يتعرض إلى الشمس، وهذا لفترة أسبوع. ولكن كل حياتنا اليومية عادية يمكنها أن نمشي فيها أو أن تسير بشكل عادي وطبيعي، يمكن استعمال قبعة ويمكن عمل زراعة الشعر في أي وقت، والوقت المبكر هو الوقت الأفضل دائما، لأنه للحصول على نتائجها تحتاج إلى بعض الوقت، فكل ما قمنا بها بوقت مبكر جميل. كل ما كان أفضل. طب سنقول هنا ماذا عن جهة الشعر؟ كيف تتم أعطاء جهة للشعر؟ أتوجهون الشعر؟ الشعر هذا يعود إلى المريض، فإذا كانت جهة، طبعا كل شخص عندما يولد له جهة معينة ينمو عليها شعره، وإذا كان الشخص إذا كان لدى الشخص قسم من الشعر غير متساقط، فعندها نرى هذه الزاوية ونقوم ونتابع الزراعة بطريقة طبيعية. وكما قلت جميل. لكم سيدة سنقول خلينا ننتقل أنا وأنت لأسئلة الشارع، الناس حبوا يسألوك بعض الأسئلة عن زراعة الشعر لنشاهد معاً.